90 جنيه بجول بورسعيد 7 جنيه ونص. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. 7 جنيه ونص كده وسجق من على بركة الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكرة انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابة حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571. 571 جنيه. 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيلة انت حالتك حاجة يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام. انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت؟ انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجلة مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجلة مش المجلة. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجة؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هنديلك المجلة. وقلنا لأم سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. أم سماح مين؟ أم سماح دي خطيرة، عاملة زي الفيري كوين، عندها كل حاجة كأنك قاعد في كارفور بالظبط. لأن قلت لها عايزة فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطورة في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. أنا وشريهين حلينا الكلمات المتقاطعة وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجلة. واحنا بقى معانا المجلة الأصلية وسوحناها هو بقى بالمجلة المزيفة. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجة؟ ولا مالكش دعوة بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشة؟ واحنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد هو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف we're almost done. وبعدين بقولك انا وشريهين حلينا الكلمات المتقطعة. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعة، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكلة بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجلة، مش العدد الاخير عامة. طب ازاي يا جماعة الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوباية شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق انا هسألك شوية اسئلة كلها حب في حب ومباشرة، فلو سمحت خلي اجابتك برضو مباشرة من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه يا سلام. ايوه طبعا، ده العدد الاخير. تلاقي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعه؟ ايوه طبعا موجود في المطبعه. وحضرتك تعرف المطبعه دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعه فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانيه واحده يا جماعه. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين؟ اكيد. ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجه تانية؟ ابراج نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ على انتوا قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انتوا بتتكلموا على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. علينا يا عم شوقي مش شوقي ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحت ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه. الله،
مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ستي حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط. جدك الله يرحمه كان كمان يعمل مسودة كده ويصوبت فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ مالكو ما سألتوش عن المسودة على طول؟ انت سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبخ. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟ اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا، هو ايوه من داري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 لا. هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد، اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس، لكن ما حطش الحوار. يا سلام، كانت قصه حلوه قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصه دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصه طويله حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام. فلخص. لا خلاص ما دام خد برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط. بطوط ده كان ليه تلاتة، التلاتة دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان. لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه. اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبه. جيميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، وادها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدودة. حلو قوي، حدودة جميلة. المهم بقى، دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي، يمكن ايه؟ لا هو في الساعة عمو بندول. ايه الساعة عمو بندول دي؟ ايه ده؟ مفيش أي حاجة هنا جوه. ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعي وسعي.
عايز شاكوش. شاكوش شاكوش، في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تير، انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش طمن. لا طمن طمن. هاني ايوه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه في حاجه جوه. طيب ايا كان اللي جوه، واضح ان هو حاجه صغيره. بص يا جماعه، لو ما كانش اتليست حته الموزه قد كده يبقى احنا اتخرب بيتنا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هات الهبل ده. استنى كده رجعها يا هاني. يا جماعه في حاجه جوه. حاجه جوه ايه دي؟ حصاله. هو جدكم كان شال الكنز وهو في ثالثه ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى يا هاني عشان نبقى بوزيتيف، بس ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها. بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من اتورا يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان الاطوار اللي هتحصل. يا رب. في حاجه؟ ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على الأربعة يبقى 570، ويبقى أنا كده خدت حق يا جماعة، ويبقى فاضل لي جنيه وأنا مسامح فيه. يعني إحنا قاعدين ندور على كنز عشان في الآخر لا مؤاخذة يطلع جنيه ذهب. أه ما أكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب يا جماعة استنوا يا جماعة، أكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات أكيد أقل من الحاجات اللي إحنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجة يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله. جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. أنا مش زعلانة خلاص يا جماعة عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس أنا مبسوطة عشان مشينا الرحلة دي مع بعض، وكمان أنا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشية ازاي، ومبسوطة أكتر إن أنا عرفتكم. ممكن أقول لكم حاجة بس ما تزعلوش؟ أنا بجد عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا ينفع أسلم عليكم أصلا، بس دلوقتي أنا ما أقدرش أعيش من غيركم. أنا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعاً هتخرجي بيهم من السجن. لا عشان أجيب النيو كولكشن الصيفي، لأن أنا لابسة لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبة لي حاجة مهينة جداً، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا أنا اتغيرت الأول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى أجيب لبس. أنا كمان يا جماعة اتغيرت، ولازم يا هاني أجيب الكولكشن، لأني خلاص من بعد ما دقت النظافة مش هينفع ألبس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا اتغيرت. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي يا حلال عليك. يعني جدكم ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ ما تزعلوش مني يا جماعه. ييكا عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض.
الله، انت بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي. انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك، جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي. وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده زي ما اكون بتعمله منبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر بتقول الله. عارف ده بتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز، ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه يا جماعه، في حاجه جوه؟ جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا حين هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرج ونشوف في ايه. ماشي، بس بقول لكم ايه، سيبوا مين؟ انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره، سيبوني انا وسيف نفتحه ده بقى. ماشي، تفتح مين؟ تعالى بس كده. تفتح ايه؟ مش هعمل حاجه، هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه. ادي السكوش يا شوشو. حرام عليكم، حرام عليكم. اسمع بقى، فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت متاكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه؟ عيب هلا، انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته. اصبر على حقي. لكن اخده من بوق السبع. اهي القصه بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك. ما كفايه خواريز بقى ابو الدهب بيه. اخلص. ايوه، يعني قدامنا قد ايه؟ هانت كلها يومين بكتير. يا نهار اسود، يومين؟ طب هات شويه ميه من اللي معاك. انا مش لسه بديك ميه من 7 ساعات. ايوه خلص، هات شوية مية بس قبل السفايف. اخرس امشي. ها ها، ده حمار مكسيكي يا غبي، هيفهمك تقول له ها. امال اقول له ايه؟ قول له خا خا. خا. حاضر. خا خا. خدني يا رب. Oh,
السلام عليكم. وعليكم. هاي، ازي حضرتك؟ كويس. فاكراني انا الشيف صاحب سيف؟ صح. ايوه صح. مش انت اللي كنت تتدرب في الجراج؟ ايوه، كنت قاعد في الكافيه. ممكن تفتكري دي كمان؟ ايوه صح. صح. When you were talking to me. انا ونامي. صح. I remember. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامل ايه؟ امك نفرت منك طلب؟ شور، اتفضل. ممكن نرقص على البتاع ده وحات امك، وحات امك نرقص انا وانت وحات امك. شريف، ام سوري، انا مش عايزه ارقص خالص النهارده خالص. ليه؟ طب انا هحكي لي حاجه سريعه جدا. انا دلوقتي عمري ما عرفت ولا واحده. لو كنت اعرف حد كنت جبت معايا الفرح ده، كنا انبسطت معاه. بس انا ما اعرفش حد خالص، ما عنديش اي علاقات. انا مره كنت اخش في علاقه، ها، والبوليس جه، وبعدين كان في جثه بتاعت خليل كوميدي، وحاجه مصيبه. بس انا غلبان والله العظيم، انا عايز ارقص معايا واحده عشان خاطري والنبي. خلاص خلاص خلاص، حرام. خلاص اوكي، هرقص معاك بس راسه واحده بس. موافقه واحده امك؟ ايوه يلا يلا اوكي. جاست وان، جاست تن، براحتك. يلا ماشي. عايز ترقصي ايه بقى؟ يلا تعالى. عادي زيهم، سلو دانسينج عادي. مش عايزه رقص معينه يعني؟ ممكن ارقص معاكي مايكل بريك دانس. ايه مايكل؟ ايه رقصة مايكل دي؟ مايكل جاكسون. مايكل ليه؟ ايه ممكن اعمل لك دي؟ ها، وممكن اعمل لفه بقى اللي هي ايه، والسحبه، عارفه اللي هي ام ساحب كده، سحبه. ماي جاد، فقريه والله. كنت هلففها على الستيج ده. يلا بينا. لا يلا بينا. ايه نرقص سنو زيهم؟ لا السنو ده حرام يا بنت. انا جوزك. لا يا ابني حرام، دول خواجات، لكن السنو ده حرام. وخالتي انحرفت بترقص سنو مع جوزها، حرام. سيبك انت من الكلام ده. مبسوطه قوي ان احنا اتجوزنا يا دبدوب. الخطوبه كانت طويله وممله. انت بقى الايام دي، الايام اللي جايه كلها دلع. عامل لك مفاجاه، انما ايه، حاجز لك سويت كبير بحمام في فندق ساجل على المريطيه. الله، بس انا كان نفسي في حاجه يعني على البحر. يا بنت ما سويت على المريطيه عدل. ايه ده هتعرفيو؟ امال نخلص بقى الهانيمون، تروح شقتك الجديدة، حاجة 75 متر في برج المدينة اللي على البيني. إنما إيه، تشوفي منه الهرم الأكبر. بس لازم تقفي بشباك المطبخ وتشبي قوي يعني، أو تجيبي حاجة وتقفي عليها. الله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. أنا مبسوطة قوي إنك هتسكنني في البيني، ده أنا كان كل حلمي أوضة وصالة بس في تعابيش. ولسه بقى في مفاجأة أكبر. إيه بقى؟ قدام عربية بجو 545 راكب، موديل 78، إنما إيه، حديدة، تخش بيها في الحيطة، الحيطة ما يحصلهاش حاجة. طب وليه المصاريف دي يا هاني؟ حرام كده هنفرتك الفلوس لتبذير وبزخ. على فكرة بزخ ايه يا بنتي؟ دي لقطة ب16,000 بس. طب ومالها المكنة بتاعتك؟ ما هي مقضيانة اهي وما اشتكتش. على رأي المثل، خد بالتالي يختل. عندك حق يا شوشو، بس احنا لازم نفكر في المشروع برضه عشان الفلوس اللي معانا ما تتفرتكش. صح. انا بفكر نجيب كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ، الفراخ تبيض، نبيع البيض، نشتري كتاكيت، الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. ما تعرفيش البيض مربح قد ايه. ده مشروع رائع، والكتاكيت كمان مربحه. مظبوط. عسل. يلا بقى ناخد لفه. لا مش هينفع، خلاص يلا ارقص كده. ارقص السلو اهو، ده السلو المحترم. يلا. وحشتيني قوي يا صباح. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا سعد دل. حبيبتي. بقول لك ايه يا سعد دل. اتفضلي. أنا أصلي حبيتك قوي قوي. أنا كمان. ونفسي أقولك على شوية حاجات كده حصلت لي في الماضي. قول. هم حاجات بسيطة لا تذكر يعني. 12 قضية بس. ما تقوليش، أنا شفتهم فلاش باك قدامي كده. أصل أنا كمان الحقيقة حصلت لي شوية حاجات في السجن. تعرفت على ناس، أصدقاء، حصلت لي شوية حاجات. بس أنا قلت لنفسي طالما in public و no feeling دي بس وات. بس الحقيقة كان وحوش. بس اوكي اوكي، ما تقولش. ما انا مجربة السجن وليالي وعارفة اللي بيجرى فيه. واسأل مجرب ولا تسألش طبيب. نيلي انا فرحان قوي، مش مصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه، ونص وشي الشمال منمل، وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت، ايه ده؟ مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه، وان كوين ان از باك. وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا، بيتي انا هو بيتنا. لا معلش، نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده. انا بحب المودرن. تاني يا نيلي؟ تاني رجعت للعجرفه دي تاني؟
سوري حبيبي انا اعيش معك في اي داهيه. انا بعرف اظبطك ازاي. شريف يا شو يلا يا مامي يا مرفلاي. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعة؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصورة. يلا. اوكي. العفو. شريهان تعالي معايا بليز عايزة قاعدة للدريس. ماشي. أنا رايحة التواليت. باي. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحسلي مخ. يلا يا بت. يلا. اوعى حد يقول حاجه، اوكي؟